ملف التعويضات الذي يضم بين طياته عشرات الالاف من المعاملات الميؤوس منها حتى الان والتي يبدو ان فكره الياس منها تجذرت في صلاح الدين وفق الانتقائيه في التوزيع والفساد الذي شابها فضلا على استمرار قله الكوادر وما عليها من علامات استفهام وتهم بالابتزاز اوردتها شخصيات مسؤوله قبل المواطنين. اكو هناك فاسدين في دائره التعويضات. اكو هناك ابتزاز في دائره التعويضات لكن مو الكل ايضا اشتغلنا على مبدا الثواب والعقاب قدرنا ان ننقل مجموعه ولكن لا زالت الدائره محتاجه الى وقفه جاده من السيد محافظ صلاح الدين لحل جميع مشاكلهم أكثر أقضية صلاح الدين والتي عانت من هذا الأمر منذ عام 2004 هو قضاء سامراء حيث يعاني ابناء هذه المدينه وما حولها من نواح وقرى الامرين بباب اللجنه المركزيه في تكريت والتي لا يعرف الى الان سر سكوت الجهات المسؤوله في المحافظه عن وضعها وقله كوادرها والتسويف في عملها وانتشار ظاهره المعقبين بسبب اجراءاتها التي ارهقت المواطنين فوق نكباتهم باموالهم وانفسهم وذويهم. سنتين امشي بيها يعني معامله فهسه دزوني للمحافظه سويتها وظلت يم بالقلم وما ادري على وين اوديها والله ما ادري وظلت يم الله ويمكم المتضررين والم... والعوائل وأغلبهم النساء الان في الوقت الحاضر يصير يعني نساء كلهن ما عندهن اجره كلهن ما عندهن اجره يجين خطيه وهاي تفضل تفضل هاي الحجيه العجيتين الع... <applause> ها وين تقدر ازدحام ازدحام والله روتين كثير جدا يعني يعني يا دائره تجي انت تتحول على 20 مكان ما تنجز المعامله ما تكون هذا جاي زخم انت قدامك شو جرح المفقودين. السلام عليكم ورحمه الله احنا نشكر قناه سامرة اللي تحت لنا الفرصه اللي تشوفون انت المعاناه مال العالم اللي من خلال هذا معاملات التعويض يعني سامرة لها نواحي كثيرة وبها أضرار كبيرة حيل فما يلحق الأسبوعين من يوم واحد تلحقها أما أصطاد شوي منها ومنها فيعني يجي المواطن تعبان بكروة وروح وتعال فما يؤدي معاملته بسنة ما يخلصها يعني دخول من غير أقضية شطلات يعني احنا اليوم السامرة ليش دخلوا من غير أقضية احنا صارنا سنتين معاملة التعويض ما مخلصيها مدير دائرة تعويض صلاح الدين ناظم علي قدم تبريرات قسم منها يتعلق بتراكم معاملات التعويض في سامراء وبين مفاتحته لقائم مقامية سامراء من أجل تخصيص مكتب فرعي للدائرة قضاء سامراء يعني من الأقضية اللي كانت بأشكالية قضاء سامراء قبل 2014 كانت لجان خاصة مشكلة من قبل رئاسة الوزراء هي اللي تقوم بالتعويض وتأخرت كثيرة من معاملات المواطنين اللي قبل أحداث داعش فانجمعت علينا يعني يعني ما قبل احداث داعش تقريبا من 2004 ولحد هذا اليوم معاملات كثيره ما مع معوضه فلازم يكون ضغط اكثر من بقيه الاقضيه. حاليا طلبنا اتصلت بقائم مقام مراقب شهر وطلبنا شو اسمه فتح مكتب بالقضاء قدمنا الاسماء ورفعناها الى مؤسسه الشهداء وننتظر خلال الايام القادمه تجي الموافقه وننتقل هناك نفتح مكتب اللجنه الفرعيه راح يقلل كثير من زخم المواطنين اكثر من نصف الاجراءات هي تكمل بالمكتب وتجينا المعامله جاهزه ويجي المواطن المره واحده يراجعنا والامور جاي تمشي لقد فتح ملف التعويضات باب التساؤل عن امور عده اهمها الى متى يبقى المواطن في سامراء يراجع دوائر التعويضات دون جدوى ودون ايجاد مكتب فرعي لاكبر اغطيه المحافظه وأين ذهبت تخصيصات التعويضات السابقة إن كانت هنالك معاملات متراكمة منذ عام 2004؟ وهل هنالك فعلاً مبالغ ستصرف لتعويض عشرات الآلاف من متضرري المدينة؟ والأهم كيف استطاعت نسبة صغيرة من المواطنين بين قوسين الحصول على مبالغ تعويضات مجزية جداً قياساً بما يستحقون دون غيرهم في سامراء وصلاح الدين عن خسائر لا تقل فداحة عن خسائر أقرانهم من المواطنين الذين لا يوضعون بين قوسين